برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا معاكم للفقرة القانونية. النهاردة بنتكلم فيها عن موضوع أكيد بيهم ناس كتير أو محل نقاش وكتير من التساؤلات، وهو فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي. بيسعدني وشرفني يكون ضيفي أستاذ محسن مهنا، المحامي والمستشار القانوني. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح. كتير من النقاشات والتساؤلات، ويمكن بعض الناس اللي لسه مش مستوعبة أن الموضوع هيكون على الإعلانات أو غيرها من التفاصيل اللي حابين احنا نعرفها من حضرتك النهارده، متخيله انه هيعود بالسلب على المواطن العادي اللي بيستخدم السوشيال ميديا او مواقع التواصل. اسمح لي قبل بس ما ندخل في عمق الموضوع ونتكلم فيه، طبعا حضراتكم متابعين زياره البابا تودروس الثاني الى العاصمه اللبنانيه بيروت. سافر امبارح الاربعاء عشان اجتماع مجلس كنائس الشرق الاوسط او العائله الارثوذكسيه الشرقيه، وطبعا الاجتماع ده بيكون اجتماع سنوي السنة دي عقد في بيروت. احنا حابين نعرف تفاصيل اكتر عن الزيارة او جدول اعمال الزيارة هيكون ايه، وعشان كده هيكلمنا عن النقاط او جدول الاعمال زميلنا اسحاق يونان من لبنان. صباح الخير يا اسحاق، من فضلك تدينا التفاصيل اللي عندك عن الزيارة واللي حصل من امبارح والنهاردة الصبح. عليك وعلى كل مشاهدي برنامج صباح النور، اهلا بيكم. معاكم النهارده في رساله جديده من بيروت بلبنان، حيث الزياره الثالثه لقداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. بالامس يعني كان في لقاء بيجمع قداسه البابا مع الشعب القبطي في كنيستنا، كنيسه القديس العذراء وماري مرقس الرسول ببيروت. والنهارده منذ الصباح باكر التقى قداسة البابا مع الأباء البطاريقة بطريرك السوريان الأرثوذكس ماري أغناطيوس الثاني إفرايم الثاني بطريرك السوريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس أرام الأول بطريرك إكليا. قداسة البابا النهاردة بيجتمع مع الأباء البطاريقة هنا في مقر السوريان الجديد بالعاصمة اللبنانية بيروت، والمساء اليوم هيتم افتتاح كنيسة ماري ساويرس الأنطاقي هنا في نفس المكان. منذ أكثر من حوالي ساعة ونص وقداسة البابا بيلتقي ويجتمع مع الأباء بطاريقة الشرق الأوسط في اجتماع يضم الأباء الثلاث البطاريقة، وكمان بيضم عدد من الأباء الأحبار الأجلاء من الثلاث كنائس المختلفة، يعني في اجتماع محبة ولقاء ودي يجمع ما بين الثلاث كنائس. منذ الصباح الباكر قداسة البابا التقى الأول مع ماري أغناطيوس إفرايم الثاني كريم بطريرك السوريان الأرثوذكس. كنا واقفين هنا في هذا المكان اللي بكلم حضراتكم منه، وإحنا على يعني الكنيسة فوق جبل عالي هنا في لبنان، وقداسة البابا التقى ببطريرك السوريان الأرثوذكس وكان بيتكلموا عن العلاقة ما بين الكنيستين، وكان بطريرك السوريان الأرثوذكس بيشرح لقداسة البابا طبيعة المكان، وكمان في يعني صور للأباء البطاركة السابقين في الكنيسة السريانية. كان قداسة البطريرك السوريان بيشرح مين هم هؤلاء البطاركة وإزاي أثروا في تاريخ الكنيسة السريانية هنا في الشام سواء في سوريا أو في لبنان. الكنيسة كمان السريانية بتحتفل بنقل مقرها من سوريا إلى لبنان. حضراتكم عارفين أن لوجود مشاكل وحروب وحرب مستمرة في سوريا لا يسمح بوجود خدمة كبيرة هناك، ولا يسمح بوجود مقر للبطريركية هناك، فيوجد أيضا مقر جديد هنا للسوريان الأرثوذكس هيتم افتتاحه مساء اليوم بحضور طبعا قداسة البابا وعدد من الأباء البطاركة والأساقفة من كنائس مختلفة، ومن المتوقع أيضا حضور رئيس جمهورية لبنان في هذا الاجتماع. كمان من المتوقع مساء اليوم ان يبقى فيه احتفال كبير لافتتاح كنيسة ماري ساويرس القديس ساويرس الأنطاقي هنا في لبنان، ايضا بحضور قداسة البابا وحضور عدد من الشخصيات الهامة والشخصيات العامة والوفد المرافق لقداسة البابا في هذه الزيارة.
الحقيقة الزيارة بتتمتع بقبول سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي هنا في لبنان منذ اللحظات الأولى، وزيارات عديدة تنهال على قداسة البابا سواء في مقر إقامته أو فور وصوله المطار. كان في استقبال لسفيرنا المصري هنا في بيروت، وعدد من الشخصيات العامة المتمثلة ممثلة عن الدولة وعن الكنيسة أيضا هنا في لبنان. مظاهر احتفالية كبيرة، يمكن لو يعني احنا زي ما بقول لحضراتكم احنا على قمة جبل هنا في لبنان، منذ يعني أسفل الجبل لحد ما تطلع لفوق خالص تصل إلى هنا لهذا المكان في الكنيسة، الأعلام اللبنانية ترفرف وبعض صور لقداسة البابا. يعني احتفال كبير بضيف كبير هنا في لبنان يعتز به وبوجوده في لبنان. الحقيقة يعني زي ما بقول لحضراتكم ان الـ يعني المكان هنا مكان جميل، وزياره قداسه البابا دايما هنا بتحظى باستقبال كبير. وانا يمكن خلال لحظات، وانا بعتذر لو اطلت على حضراتكم، يعني خلال لحظات يبقى معانا أبونا رويس كاهن الكنيسه هنا كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه في مصر، ونتكلم معاه كمان عن تفاصيل الزياره. لكن اقول لحضراتكم بعض يعني التفاصيل الزيارة أو بعض النقاط الهامة في الزيارة. قداسة البابا جاء بصحبة نيافة الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد، ونيافة الأنبا كيرولوس أظلمينا أسقف ورئيس دير مريمينا العامر بوادي بمريوط، وأيضا طبعا بالتأكيد موجود نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس، وموجود الأستاذ جرجي صالح الأمين العام الأسبق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، موجود ضمن الزيارة الرسمية أيضا مدام نيفين ثروت باسيلي بالإضافة إلى سكرتارية قداسة البابا. أنا حابب نتجول بالكاميرا مع حضراتكم ونستطلع معاكم المكان هنا. طبعا زي ما بقول لكم إحنا على أعلى قمة جبل هنا في لبنان، وهنا طبعا الجبال تتمتع بوجود خضرة ووجود أشجار الأرز اللي بتمتلئ كل مكان. وإحنا هنا في أمام مقر البطريركية، وأمام المقر في هنا في لبنان مقر السوريان الأرثوذكس. برضو حابب أجيب لحضراتكم لو نتنقل كده بالكاميرا واجيب لحضراتكم مقر البطريركية السوريان الجديدة. هنا البطريركية متقسمة لأكثر من مكان من حيث الأماكن هنا في سابونا. حالا يبقى معايا وزي ما بتابع مع حضراتكم يعني بالتأكيد زيارة هامة، نتعرف أيضا على تفاصيل أكثر مع أتسابونا رويسك كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في بيروت. أهلا بأتسك يا بول. أهلا أستاذ، ربنا يخليك لمتابعتكم واهتمامكم بالحدث الكبير ده، خصوصا زيارة قداسة البابا للبنان. تعرف الزيارة لها أهمية، خاصة أن احنا العيلة الأرثوذكسية الشرقية اللي هي عبارة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وكنيسة الهند دول من وكنيسة أريتريا، دول العائلة الأرثوذكسية الشرقية اللي لهم اجتماع دوري سنوي. المرة دي كان لينا فرحة أن يكون في لبنان حتى نقدر نشوف
سيدنا قداسة البابا، ودي الزيارة الثالثة للبنان. أنا عايز بقى قدسك تكلمني عن فرحة الشعب القبطي بهذه الزيارة الثالثة لقداسة البابا تودروس، واحنا شفنا امبارح في الكنيسة عند قدسك ويعني مظاهر الفرحة والبهجة الحقيقة. طبعا حضور سيدنا قداسة البابا مش بس أعطى فرحة للناس، ده أعطى فرح للطبيعة. بنشوف حوالينا الطبيعة كده والخضرة والجو اليوم اللطيف. طبعا ده كله ده من بركة زيارة قداسته للبنان. فالناس طبعا الأقباط بالذات احنا بنتمنى هذا اليوم اللي نشوف سيدنا على التلفزيون، فكون انه يكون في وسطينا، وبركة كبيرة جدا وفرحة لا توصف يعني بالنسبة لنا. من كمان من فرحنا ان احنا عندنا فرصة ان احنا نشوف سيدنا باستمرار في لبنان، لان الاجتماعات العائلة دي سنوية، البطاركة سنوية، فبتكون سنة في مصر وسنة في لبنان. فبالنسبة لنا فرصة حلوة، يمكن ربنا حب يعوضنا عن ظروف السياسية والعادية اللي موجودة، يعني ان يخلينا لنا بركة قداسة البابا حتى تغير كمان الأحوال، زي ما غيرت الطبيعة والجو تغير الظروف الاقتصادية إلى احنا شفنا كمان يعني اهتمام على المستوى السياسي وعلى المستوى الرسمي بهذه الزيارة. متوقع استقبال رئيس الجمهورية لقداسة البابا اليوم أو غدا؟ غدا حيكون قداس مشترك للأباء البطاركة وبحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أما بعد الظهر في زيارة لفخامة الرئيس من الأباء البطاركة والوفود اللي معاهم. طبعا أول زيارة بعد اختيار فخامة الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، دي أول زيارة، فطبعا لها دلالة كبيرة، خاصة أن فخامة الرئيس لما زار مصر كان له زيارة للمقر البطريركي، زيارة لقداسة البابا في مصر، فدي في ود وفي محبة وفي حاجات حلوة كتير مشتركة. أبونا رويس الأورشليمي، أنا بشكر قدسك جدا على هذا اللقاء. طبعا قدس أبونا هو كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم ومار مرقس ورسول كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في لبنان. ألف شكر لقدسك وزيارة موفقة. شكرا لك أستاذ إسحاق، وشكرا لقناة سي تي في وعلى التغطية الجميلة دي. ربنا يخليكم فندم، الله يخليكم. ومشاهدينا يعني حاولت بس من خلال لقائنا بأبونا رويس يوضح أكتر يعني تفاصيل هذه الزيارة الهامة لقداسة البابا. وزي ما أكد أبونا رويس أن هذه الزيارة أعتقد أن هي زيارة دورية، وكمان قداسة البابا اتكلم في هذا الأمر بالأمس، ويعني أن هذه الزيارة تكون دورية مرة في مصر ومرة هنا في لبنان. أنا بشكر حضراتكم، إن شاء الله على مدار اليوم النهاردة كل ما هو جديد في هذه الزيارة، كل ما هو يعني محطات هذه الزيارة وتفاصيلها نبقى معاكم على طول إن شاء الله على الهواء مباشرة على شاشة سي تي في. شكرا لك زميلتي هبة، وشكرا لضيوفك وكل مشاهدي قناة سي تي في وبرنامج صباح النور. شكرا. شكرا زميلنا إسحاق يونان من بيروت. وزي ما حضراتكم تابعت، ودي كانت بعض النقاط أو الزيارات اللي عملها قداسة البابا من الأمس لغاية النهاردة وعلى مدار اليوم وعلى مدار أيام الزيارة. حضراتكم هتتابعوا زي ما إسحاق كان بيقول كده على شاشة سي تي في كل التفاصيل وكل الزيارات والاحتفالات الزيارات الرسمية والدينية في زيارة قداسة البابا. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ محسن مهنا، وبشكرك على الوقت. يعني نحن تابعنا لكن زيارة هامة الحقيقة، وكل السادة المشاهدين حابين من خلال الشاشة شاشة سي تي في انهم يتابعوا كل الأخبار. أرجع مع حضرتك لموضوع فقرتنا النهاردة، موضوع الضرائب. الموضوع الضرائب طبعا ليه أكتر من شق لو هنتكلم بشكل عام، لكن كل مواطن عارف انه ليه وعليه، يعني عليه واجبات وليه حقوق بتكون من خلال الضرائب. لما بيبقى عارف انه بياخد خدمات بياخد حقوقه، بالتالي بيكون دايما هو بيدفع الضرائب بتاعته او بيدفع اللي عليه، وهو عارف كويس جدا انها ترجع له في صورة خدمات. سريعا كده وفي لمحة، فكرة الضرائب بشكل عام حاليا واحنا في 2018 وبعد اي تعديلات طرقت على القانون.
في البداية طبعا كل التوفيق لقداسة البابا في زيارة خارج مصر، ودايما الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بتنور أي مكان في العالم، يرجع لنا بالسلامة وينور مصر وينور قلوبنا دايما إن شاء الله. بالنسبة للضرائب بوجه عام كده هي عربون المحبة بين المواطن وبين الدولة. كل دولة بتبقى في زي رابط بين المواطن وبين الدولة، انه بيدفع الضرائب اللي عليه دي، بيسموها زي المواطنة، ضريبة المواطنة. انا بنتمي لدولة معينة فبحب بلتزم بقوانين الدولة، بدفع الضرائب اللي عليا. الدولة بتجمع الحصيلة دي بتعمل بيها مشاريع، كباري، شوارع، مستشفيات، مدارس، بتعود بالنفع على المواطن العادي اللي هو دفع الضريبة، مش صاغر أو مضطر، لا بيدفعها نظريا يعني بحب. طبعا الضريبة هنا الدول غالبا دول العالم كلها بتتبنى قوانين فرض ضرائب. الدولة القوية ما بتلجأش لجيب المواطن العادي إلا كل فترات بعيدة، الدول الضعيفة هي اللي دايما كل فترات قليلة بتلجأ لأبسط الحلول اللي هو جيب المواطن العادي. طبعا جيب المواطن العادي مع الضغط عليه بتبقى مؤلمة جدا، لأن في التزامات تاني في بيته في حياته غير موضوع الضرائب. فالدولة النهاردة لازم يبقى في ثقة بين الممول وبين مصلحة الضرائب اللي بتتعامل مع المواطن. الدول التانية بتعتبر المواطن صادق إلى أن يثبت العكس، بتقدم حسن النية في الأول، بتقدم حسن النية. في دول العالم الثالث غالبا بيبقى الممول كلامه مش مصدق إلى أن يثبت العكس. طبعا فقدان الثقة بين الممول ومأمور الضرائب أو مصلحة الضرائب ده خلق نوع من الجفاء بين المواطن وبين الدولة. بس أعتقد أن بيبقى في مشاكل من الطرفين، يعني المواطن شايف أن هنا في تقديرات جزافية كتير بالزبط. ومش حقيقية، وأنا بعمل إيه وبشتغل إيه عشان يبقى عليا ضرائب بالشكل بالزبط. ده، وفي نفس الوقت المصلحة أو الضرائب بتشوف أن المواطن لا بيقدم إقرارات ضريبية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، وده أدى إن عدم الثقة يكون فيها نسبة من الحقيقة، لأن المواطن كتير ناس بتلجأ لأنها تكتب بتتهرب وبتخفي تهرب أو غير حقيقي معين. صحيح. فيبقى نمرة واحد لازم يكون في ثقة بين الدولة بين الممول المواطن العادي. المواطن العادي لما يلاقي نتيجة الخدمات بتقدم إليه بطريقة صحيحة وبشفافية بحب كبير بيدفع الضريبة اللي عليه بدون أي منازعات. لكن الدولة النهاردة أحيانا بنفاجأ بقضايا فساد بالملايين، فالمواطن العادي بيفشل أو بيصاب الإحباط. طب أنا بدفع الضرائب وأفاجأ بمشغري يسرقها مش يعني خسارة، فببقى ما برضاش أدفع الضرائب. طبعا دي عملية إيه يعني نفسية بين الممول وبين مصلحة الضرائب. ودايما الدولة بتعمل زي نوع من الهرموني بين المصلحة وبين المواطن، في إن هي بتعمل له ندوات، بتعمل له نموذج إزاي يقدم الضريبة بتاعته، بيبقى في نوع من المصداقية إلى قدر ما، لكن بالصورة مش مثالية زي ما احنا متخيلين. صحيح صحيح. طبعا الضرائب بتبقى دي أنا أتمنى أنها تكون آخر فرصة للدولة أنها تلجأ لزيادة مواردها من جيب المواطن العادي. في موارد تانية كتير، في السياحة، في قناة السويس، في الأماكن الأثرية، لسه كنا شايفين في وفد من الحجاج الأوروبيين جايين لزيارة مسار العائلة المقدسة، وفد الإيطالي. صحيح. ده حلو قوي، بيزود كل ده موارد الدولة. أتمنى أن يكون آخر فرصة للدولة أنها تلجأ لجيب المواطن العادي، وأنا أتمنى أن يخلوا المواطن يشوف الضرائب بتاعته بترجع له ازاي بالظبط. فاعتقد ده اللي هيبني الثقه مره تانية بين الدوله. هي دي المشكله. كمان فوجئنا اخر حاجه ان مجلس النواب الموقر بيناقش قانون فرض الضريبه على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعني الاول وقبل التفاصيل بتاعته،
حضرتك لمجرد انك سمعت الخبر ده اتخضيت، حسيت بيه؟ اتخضيت واتحدى اتخضيت، لان انا عندي فيسبوك وفي زمايل عنده، كل الناس عندها فيسبوك. فازاي انا عشان اوصل يعني استخدم السوشيال ميديا افرض ضريبه؟ طب ما هو كده الشركات اللي هتعامل معاها هتزود عليا اشتراكي، فانا برضو يعني كل ده بيصب في ضرر المواطن العادي. المواطن هو اللي هيدفعه، هو اللي ده امر طبيعي. الشركه مش هتخسر، يعني الشركه هتورد للدوله المبلغ المطلوب منها او نسبه الضريبه، الشركه هترحل الاشتراك للمواطن العادي اللي بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. استاذ محسن، ممكن فكره مشروع قانون زي فرض الضرائب على مواقع التواصل تيجي نتيجه فكره حد هو شاف ان دي فكره كويسه فعرضها، فتمام كده اوكي عجبتنا يلا نناقشها في مجلس؟ لا، دي لازم تتناقش براي مجتمعي، لازم تطرح على المجتمع يقول رايه فيها. يعني احنا مثلا مع غلاء الاسعار ومع الضريبه اوكي، احنا ما اعترضناش او ما حدش اتضايق او اتضايقنا بقدر بسيط. لا، متضايقين الناس، متضايقين متضايقين بس يعني اهو مش بايديهم حاجه يعملوها، شايفين ان الدوله بتعمل بالظبط. لا يعني خطه اصلاح انا مش بايدي حاجه ان انا اغير فيها، لكن عشان مستنيه اشوف المردود او النتيجه بتاعت ده. بالظبط، ده مر لازم حتى لو الناس متضايقه. بالظبط، تمام. لكن يعني ضريبه كمان على التواصل الاجتماعي والفيسبوك، ممكن الضريبة دي لو القانون بيتناقش بقى مع رأي مجتمعي وفي لجان استماع في المجلس، زي ما شفنا الشركات اللي بتحتكر إذاعة مباريات كأس العالم، ده برضو نوع من الاحتكار، هو ده اللي يوجه له بقى الضريبة. وهو أمر طبيعي، الشركة بعد ما تورد الإيراد للدولة أو تلتزم بالقانون، المواطن العادي اشتراكه هيزيد برضو في القناة اللي هيتفرج على مباريات كأس العالم. صحيح. فهي المنظومة كلها محتاجة نوع من التروي ونوع من دراسة الأمر بهدوء. احنا عايزين في الآخر ما يبقاش المواطن هو الوحيد اللي هيدفع الثمن، بمعنى نتكلم على جوجل، نتكلم على حتى على الفيسبوك ومواقع المبيعات الاونلاين اللي بقت كتير جدا دلوقتي، حتى دي هو بقى فريسه ليها. صحيح، مفيش عليها رقابه، مفيش عليها حمايه، مفيش عليها يعني طلبت منتج وطلع مش هو، طلع مغشوش، طلع اكسباير، اي حاجه حصلت انا في الاخر هعمل ايه؟ الرد اللي هيجيني لان ما عنديش حاجه او حد الجا له، مفيش رقابه من الدوله على المواقع دي. لا يعني مفيش حاجه تخليني اعاقب الموقع ده او اوجه له تهمه. هو الهدف ان ممكن يكون تحصيل الضريبه يجي بمرحله تانية بعد فرض هيمنه الدوله على مواقع التواصل الاجتماعي ورقابتها، لان مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل والامور دي احيانا بتتعارض مع مقتضيات الامن القومي، فلازم الدوله تراقب المواقع دي. لما تراقبها، معرفش بقى ده شغل الاتصالات، لما تراقبها تقدر تفرض ضريبه عليها بتبقى مقننه. في اي موانع دستوريه تقول انه ما ينفعش نراقب او لا ينفع نراقب موقع التواصل الاجتماعي؟ لا، حريه التعبير وحريه راي. طيب الناس تبقى ضامنه منين انه كده هيفضل حريه التعبير والراي؟ يعني حضرتك قولها لي من الناحيه القانونيه والدستوريه، والناس تضمن حقها ازاي في الحريه؟ حريه التعبير وحريه الراي وحريه الاعلام، يعني قانون الصحافه والاعلام بيدي حريه في توصيل المعلومه وحريه استخدام المعلومات، لكن في نفس الوقت دون أن يتعارض مع أمر هام وهو المصلحة العامة للدولة. المصلحة العامة للدولة من حقك تعمل كل حاجة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والأمن القومي. النهاردة الدولة لازم تفرض سطوتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع حريتي أنا الشخصية. ما يبقاش كل حاجة اكتبها تبقى متراقبة وابقى تحت سلطان القانون الأعمى. إنما في نفس الوقت الدولة تاخد الضريبة اللي هي بتفرضها، وأنا كمواطن عادي أدفعها بحب
لا الضريبه دلوقتي هتكون على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن الاعلانات والشركات. انا بستخدم انا عندي فيسبوك بس كده خلاص يعني، عندي تويتر بدخل اكتب عليه حاجه هدفع ضريبه؟ لا هو ولا الكلام ده على الشركات والمواقع اللي بتعمل اعلانات. هو الاعلانات لانها بتدر ربح. انا بستخدم التواصل الاجتماعي بعمل اشتراكي مع الشركه او مع المكان اللي بيديني الفرصه، لكن ما بيدريش، ما فيش ربح. لكن لو انا عملت اعلان على فيسبوك او على جوجل المفروض انا ادفع الضريبه، بس ادفعه ازاي؟ من خلال الشركه. يعني الدوله بتحاسب الشركه والشركه هي اللي بترجع على المواطن العادي. فغالبا 100% من الامر كله هيتحمله المواطن العادي مستخدم، هو دي ضريبه الرفاهيه. احنا ما كناش نعرف من 20-30 سنه الفيسبوك، لما عرفناه بدأنا نشعر ان هو صحيح في رفاهية، بس لازم انا عشان استفيد بيه ادفع مقابل اشتراكي في الشركة. الدولة عايزة موارد، فبكل حب لازم ادفع. في ناس كان بيبقى نفسها تعمل مشروع وما عندهاش امكانيات، ما تقدرش تاخد قرض، ما عندهاش مكان، ما فيش تمويل للمشروع بتاعها، وبعد فترة من الفشل لجأت لمواقع التواصل الاجتماعي ان يكون عندها مشروع تسوقه من خلال التواصل الاجتماعي. يمكن ده اللي في الكام سنه في الاخر دول لما الموضوع انتشر وبقى في ناس بتقدر انها تنجح وتحقق اسماء وارباح من خلال المواقع التواصل، اعتقد ان ده كان السبب في لفت الانتباه للجزئيه دي. طبيعي، لان هو بيعمل مشروع وبيتعامل مع الناس مباشره بدون ما بيكون عنده بطاقة ضريبية وبدون ما بيدخل الدولة كوسيط يديله الضرائب اللي هو بيكسبها. بس لو مشينا بالصورة دي هتبقى الأمور مؤلمة أكتر أو أكثر إيلاما من الوضع القائم. يعني في شباب النهاردة يعني مجرد أنه بيعلن عن مشروع معين الناس بتجيله من خلال الإعلان اللي هو رماه في الفضائيات، القنوات الفضائية والفيسبوك اللي دي فضائيات مفتوحة. الدولة بدأت، مصر عموم يعني، مصر مش كل الدول يعني أو غالبا في أغلب الدول بدأت تعرف أن أنت بتكسب من إعلانك على فيسبوك، أنا من حقي أخذ منك ضريبة. فبدأت الدول اللي هي محتاجة تمول مواردها، اللي محتاجة تمول مواردها، بدأت تتلكك عشان تشبط في الناس اللي هي بتعمل الإعلانات دي. الدول الغنية طبعا اللي مش محتاجة للمواطن العادي، بل بالعكس بتشجعه بتديله قروض أو أنا عايز أقول كده أنه في ناس يعني حياتها ماشية بمشروع بسيط أو بصفحة بجروب إعلان عملته على مواقع التواصل، يمكن ده اللي معيشها لأنها مش لاقية فرصة تانية. صحيح. فلما دي كمان يكون عليها ضريبة، وهتتحسب إزاي يعني؟ برضو زي الدولة أو الضرائب هتحسب المكاسب بتاعت الشخص ده أو الشركة دي؟ بالإقرار غالبا الدولة عشان تدي ثقة للممول بتقول له اللي انت هتكتبه احنا هنصدقه، ان كتبت وصلك قد كده، صافي ربح قد كده، احنا هنصدق اللي انت كتبته. طبعا هما بيعملوا له زي نوع من تهيئة الجو بس عشان يكتب الإقرار. بعد كده الدولة لما بتيجي تراجع الإقرارات دي كلها يعني في منظومة معينة أو قاعدة أو فكرة معينة، أن الإعلان في التواصل الاجتماعي مدته قد كده، المشروع ده بيدر الربح قد كده، فبقى عندهم زي لايحة أو زي قاعدة أن المشروع ده بالإعلان في الفترة دي لمدته قد كده الدخل بتاعه قد كده، فبقى في مبلغ ثابت الدولة عايزة تغطيه. فكل أن المواطن بقى يكتب أنا كسبت أنا ما كسبتش احنا مش هنصدقك. هل المفروض ان يكون الرقابة دي تسبق خطوة الضرائب؟ يعني كتير من المواطنين اشتكوا من انهم اشتروا حاجات او سلع زي ما كنت بقول دلوقتي مجهولة المصدر. بالظبط، مجهولة المصدر، او في الاخر حتى اكتشفوا ان الاسعار بتاعتها تفوق بكتير جدا لو كانوا هم اشتروها بنفسهم. فهنا فين الرقابة؟ فين الرقابة من الدولة؟ خصوصا ان برضو الحاجات اللي بنشتريها مش كلها بتكون من مصر، يعني بنجيب سلع كتير مستوردة وبتجيلنا وبندفع عليها يعني فلوس الجمارك كأن الواحد فعلا جابها او استوردها. فين الرقابة على ده اللي المفروض الخطوة تسبق فكرة الضريبة؟ حماية المستهلك. انا شايف ان الجهاز ده
لو اشتغل بالصورة المثالية اللي القانون مفروض موضوع ليه هيبقى السوق المصري جميل جدا. لكن يعني في ناس كتير بتشتكي بتقول احنا اشترينا سلع من شركات جوه مصر فوجئنا بيها عيوب او فيها مشاكل، اتصلنا بجهاز حماية المستهلك ولا حد سأل لا هيقولهم انا مش مسؤول لان هو مفيش يعني حاجة رسمية تخليه يشرف. او فهنا الدولة لما بتخلي زي قانون زي جهاز حماية المستهلك في كونتاكت بينه وبين المواطن العادي بيطمئن، فبيبقى نوع من الثقة، بدفع الضريبة وحماية المستهلك بيرجع الشركة بقى يقول لها لا ده في عيوب كذا كذا كذا، فملزم بقى يرد المبلغ او يجيب منتج جديد ما فيهوش العيب المواطن العادي اشتكى منه. كمان الدولة لما بتفرض ضريبة المفروض المواطن العادي النهاردة يتقبل الأمر بنوع من المساهمة مني في مشاريع الدولة اللي احنا كلنا بنستفيد بيها. لكن لما ألاقي ميزانية الدولة أنا بدفع ضريبة والضريبة دي ما بتروحش للمكان الصحيح ليها فأنا بفقد الثقة، فبيبقى نوع من الجفاء أو عدم الإحساس بالمسؤولية مع الدولة. أنا أعتقد أن المواطن اللي هيركب مواصلات ويلاقيها في زي ما هو بيتمنى وبيدفع لها ضريبة هيعلم ولاده في مدرسة حتى لو مدرسة حكومية مش ملزم أني أعمل أو أتحمل فوق طاقتي عشان أدخل ولادي مدارس خاصة بفلوس قد كده عشان المدارس الحكومية دون المستوى المطلوب، يبقى وقتها هدفع الضرائب وأنا راضي وعارف أنا باخد بيها أنا وأسرتي وأنا وولادي وأنا والمجتمع خدمات شكلها إيه. وإحنا منتظرين أن الثقة دي لأن الخطوات المفروض من الطرفين الحقيقة. بنأمل خير يعني إن شاء الله. أستاذ محسن مهنا المحامي والمستشار القانوني نورتني وشكرا لوجود حضرتك معي. أشكر. فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا.